في هذه الحلقة من الحياة صحة، تعرف إلى فيروس كورونا واحمي نفسك منه، علاج نزلات البرد في المنزل، الشاي الأخضر، سحر الصحة والجمال. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة هذا الأسبوع من الحياة صحة. الكثير من الأسئلة والمخاوف تطرح حول الكورونا. في هذه الحلقة من الحياة صحة سنتعرف على فيروس الكورونا، أهم المسببات وطرق الوقاية. انتظرونا بعد لحظات. رفعت منظمة الصحة العالمية حالة التأهب القصوى ودعت في الفترة الأخيرة إلى توخي الحذر الشديد من العدوى التنفسية الخطيرة التي يسببها فيروس كورونا الجديد المشابه لفيروس السارس. أعراض الفيروس تبدأ كالإنفلونزا بسعال وارتفاع في درجة الحرارة لتتطور إلى التهاب رئوي حاد، ما يؤدي إلى تلف الحويصلات الهوائية وتورم أنسجة الرئة. فما هو فيروس كورونا وكيف نقي أنفسنا من الإصابة بالعدوى؟ والله الذي نعرفه نحن إنه العدوى تنتقل إذا جلست بجانب الشخص الذي يكون مصاب، فممكن تنتقل العدوى أو تجلس أو تأكل من أكله، أو المهم تكون قريب منه ممكن تصاب بهذا الشيء. ونحذر الجميع أن يبتعدوا عن هذا الشيء، وهذا يعني أفضل للواحد يبتعد عن هذا الشيء، لأنه هذا مرض خبيث وممكن يؤثر على كثير من البشر. تنتقل العدوى عن طريق الإنفلونزا، عن طريق العدس، استخدام حاجة المريض لو جنب المريض يعني مصاب أو حاجة زي كده. والله على حسب ما قرينا وهذه المسائل يعني انها تنتقل عن طريق حليب النياق اللي مش مبسترة، اللي هي على طول تنحلب ويشربونها يعني الناس. ضرر المرض هذا انتقاله من شخص الى شخص عن طريق مثلا العطس. اذا عطس الشخص وكان حوله عدة اشخاص يكون الضرر اقوى. كما تعلمين يا دكتورة، فيروس كورونا يعني أثار الرعب أو الخوف بين الكثير من الناس، وفي كثير من الأسئلة طرحت حول هذا الفيروس. ما هي أهم أسباب ظهور الكورونا؟ الكورونا دي، الفيروس ده موجود من زمان كمجموعة الكورونا، لأن الكورونا دي لها مجموعات أو أنواع تدخل تحتيها. فيروس الكورونا كان بيسبب أمراض البرد العادية، الظهر اللي دلوقتي اسمه مش كورونا، نوفل كورونا. ده يعتبر فصيلة من فصائل الكورونا، نتيجة إن هي بتؤدي إلى الوفاة أو نسبة الوفاة بتوصل فيها لغاية 30%، عشان كده عمل شوية خوف ورعب. وظهر عندنا برضو الكورونا من 2012، ده أول مرة اللي هي النوفل كورونا. ظهر في 2003 باسم آخر اللي هو السارس، وكان نسبة الوفيات فيه عالية. دي برضو يعتبر من فصيلة الكورونا فيروس، فهي ما تعتبرش حاجة جديدة ولكنها فصائل من الفيروس. احنا نعرف ان الفيروسات لها القدرة انها بتبقى لها مجموعات تحت العائلة الكبيرة اللي هي الكورونا. هل في أسباب محددة لظهور هذه النوع من الفيروسات، وخاصة سنتحدث اليوم عن الكورونا، ويعني سمعنا انه أصلا هو مرض الجمال، فهل انتقل مثلا من الحيوان إلى الإنسان؟ هو لما ظهر وظهر وكانت الدراسات عليه تمت بسبب أنه كان فيه يؤدي إلى الوفاة، بدأوا يعملوا دراسات مصدره الأساسي جاي منين، فلقوا أنه الأجسام المضادة للفيروس دي متواجدة في دماء الجمال، فبعتبروا بدأوا يعملوا ريسيرش عليها عشان يعرف، لقوا أنه فعلا مرض من أمراض الجمال. هل هو انتقل مباشرة من الجمل إلى الإنسان؟ ما نقدرش نحدد حاجة زي كده. هل انتقل عن طريق الحليب، أكل شرب الحليب أو أكل لحوم الجمال؟ برضو ده احتمالات واردة، ولكنه بس مش الجمال، هم لقوها في الوطواط يعني الباتس الموجودة، لقوا برضو أن الفيروس ده موجود فيها ويقدروا أن هم يقولوا حاملين ليها. ولكن الحالات اللي هي تمت رصدها ما كانش بالشرط ان هي كانت على مع اتصال بجمل، يعني كانت انتقل من انسان لانسان، بدليل انه في المستشفيات كانت اعضاء الستاف، الميديكال ستاف، كان هم اكتر ناس عرضه بتعاملهم مع المريض نفسه. طيب هذا سؤال مهم، ما هي طرق انتقال الكورونا؟ طرق انتقال الكورونا هي نفس طرق انتقال اي فيروس، اللي هو عن طريق الهواء، الدروبلتس او الزرازاز الهواء،
عن طريق اليد. عشان كده بننصح ان هو اي حد يتعامل او هو بيخرج في العاميه او مع انسان مريض او غيره انه دايما ما يحطش ايده ناحيه عينيه، ما يحطش ناحيه بقه، انه بس مش عن طريق الاستنشاق، عن طريق اليد. فهو اي فيروسز للجهاز التنفسي نفس وسيله انتقاله هي ولكنه لقوا ان الكورونا بيحتاج انه يبقى فيه اتصال مباشر، يعني دايركت، يعني دوت كان مثلا طبيب بيعالج او ممرضه مع مريض، في اتصال متكرر، هم دول اللي كانوا بيصابوا. طيب دكتورة، هل المطهرات العادية المتعارف عليها يمكن أن تقضي على الفيروس وتمنع انتقال عدوى الكورونا؟ بالضبط، لأن الفيروس رغم أنها بتؤدي إلى الوفاة وبتعمل أمراض كثيرة في الإنسان، ولكنها كائن ضعيف. يعني الشمس تموتها، المطهرات تموتها، الاحتياطات العادية بتقضي عليها تماما. فدي كلها حاجات مفيدة. ما هي أهم أعراض الكورونا وما مدة حضانة المرض؟ الكورونا بتتفاوت اعراضها زي اي فيروس، يعني ان هي بتبدا الاول بيجي له الانسان، ممكن تدخل ويعمل له تكسير ورش عادي كاي دور برد ويتعافى منه المريض، ما يجيلوش اي اعراض، وممكن يبقى حمله، وممكن يؤدي الى انه بيدخل يعمل له فشل في الجهاز التنفسي، فده بيتوقف الحاله المناعيه للانسان، هل هو معاه امراض اخرى تؤدي الى نقص المناعه زي مثلا امراض السكر او غيره، فشل كلوي او كل الحاجات دي كلها بتخلي الفيروس يبقى متوحش اكتر وممكن يؤدي الى امراض، ولكنه ممكن بيبقى صوره بسيطه جدا، ممكن لقوها على اتصال بالشخص المريض، بيلاقوا في جسمه بس بيعدي منه، مش شرط انه لما يدخل جسم الانسان انه لازم يسبب المرض، وممكن يبقى دور برد عادي خالص ما بنقدرش نعرفه الا لما بنعمل له تحليل عشان نكتشف هو أي نوع من أنواع الفيروس. يعني يمكن أن يكون دور برد أو زكام عادي، لكن في الحقيقة يكون ممكن يكون كورونا، وممكن يكون شديد جدا زي ما بقولك، لو العيان يحتاج أن يدخل الرعاية المركزة ويتحط على جهاز التنفس كمان. طيب دكتورة، هل يعني في نصائح معينة حول فيروس الكورونا اللي يعني انتشر في الفترة السابقة ولكن بدأ يعني يحدث نوع من السيطرة على المرض، هل في نصائح معينة بتحب توجهيها للجمهور؟ طبعا هي النصائح اللي بنوجهها لأي حد بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي والفيروس بالذات، إن هو يتجنب الأماكن المزدحمة، لو ظهر عليه سافر إلى المناطق اللي هي معروف إن فيها الفيروس، ظهرت عليه أعراض اللي هي البرد والرشح والزكام وضيق في التنفس او غيره، انه لازم يراجع طبيبه، يتخذ الاحتياطات اللازمه، لو في اماكن فيها مرض ولا حاجه يلبس الماسكات المناسبه، يستخدم المطهرات دايما في ايده بعد المصافحه لاي شخص مثلا عايز انه مريض، او الاماكن العاديه، التغذيه التامه والهواء النقي، الحاجات دي كلها مهمه وبتفيد في الجهاز التنفسي والمناعي للانسان. دكتوره وداد احمد، شكرا جزيلا لك. اهلا بحضرتك. اهلا. كتير من الأبهات والأمهات بيبقوا قلقانين جدا من تكرار أدوار البرد والزكام عند الأطفال. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بعض الإرشادات للأمهات والأبهات إزاي يقوا أمراض البرد والزكام عند الأطفال، وإزاي يقدروا يتعاملوا بيها لحين استشارة الطبيب. أنا دكتورة نيلين أحمد إبراهيم الأباني، أهلا بيكم. سلام عليك. يتعرض أفراد الأسرة لا سيما الأطفال إلى نزلات برد تتراوح حدتها، وهنا يقع على عاتق الوالدين والأم بشكل خاص العناية بأطفالهم لحين الشفاء تماما. كتير جدا من الأمهات الفترة ديت بيجي يسألوني في العيادة أن أطفالهم بيصابوا بتكرار عدوات البرد والزكام، وأن الأطفال المناعة بتاعتهم ضعيفة. فأهم رسالة بحب أوجهها للأمهات ودايما نحافظ عليها، أن الوقاية خير من العلاج. مسببات كثيرة يجب الانتباه إليها حرصا على صحة الأطفال، فالأم والأب وما يحيط بالطفل من عوامل بيئية مختلفة كلها تعد مسببات أساسية لنقل عدوى البرد والزكام. احنا النهارده في اوضه يوسف، واوضه يوسف جميله، فهنهتم جدا بالبيئه المحاطه بيوسف عشان تكون بيئه صحيه. بمعنى ايه؟ ان لازم نهتم بالتهويه بتاعه الغرفه. شايفين يوسف اوضته فيها ستاير جميله وفيها شباك حلو، فمهم قوي ان الام تهتم بتهويه الغرفه على الاقل 10 دقائق كل يوم الصبح الباكر. عكس المفهوم السائد عند الامهات اللي يقول لك لا انا مش هفتح الستاره، انا هقفل الشباك، في برد في زكام. لا، مهم جدا التهويه بتاعه الغرفه دي، حاجه اساسيه لينا.
الحاجة الثانية المهمة في الغرفة وضعية السرير بتاع يوسف، هو وضعيته ممتازة، هي لأن اللي بيشترط فيها أن هي لا تكون جنب ستارة ولا شباك ولا في ظهر حمام. الحاجات دي بتساعد على تهيج الجهاز التنفسي العلوي عنده، وبتزود الأدوار البرد والزكام، ولو هو طفل عنده استعداد للحساسية بتزيد إلى حد كبير. الحاجة المهمة بقى، يوسف بيحب ايه استاذ تايجر، فاحنا هنقول لك يا يوسف من فضلك هنحاول نقلل على قد ما نقدر من العرايس المحشية في الأوض زي الستاف تويز، نحاول نقلل منها. لو هو مرتبط بحاجة يعني لدرجة كبيرة بنستأذن المامتون يعني نهتم بالنظافة بتاعتها، وبنحطها في كيس بلاستيك وتتحط في الفريزر على الأقل 6 ساعات كل 3 أيام. ده كافي جدا جدا ان هو يقتل الحشره بتاعه الفراش، وبيقتل شويه البكتيريا الموجوده، ويقدر يوسف يلعب بيه زي ما هو عايز بعد كده. اكتر حاجه بتاذي صحه الاطفال والامهات مش واخدين بالها وهو التدخين السلبي، فعلى قد ما نقدر بننبه الاهل في البيت ان على قد ما نقدر ما نعرضش الاطفال للتدخين السلبي، لان هو بيؤدي الى اذيه مباشره للجهاز التنفسي بتاعهم، مش بس الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي والشرايين والكامل الجسم، وحتى بيقلل على نسبة، بعد كده في دراسات بينت ان هو بيقلل على نسبة الذكاء للأطفال. ولكن ماذا تفعلين لو أصيب طفلك بنزلة برد؟ في هذه الحالة تترتب عليك سيدتي تعليمات معينة لا بد من الالتزام بها لتعجيل شفاء طفلك. في حاجة تانية مهمة جدا يا يوسف، وانا قلناها قبل كده كتير، ان احنا لازم نهتم بأكلنا ويكون أكلنا صحي. لازم نهتم يا يوسف بالاكل اللي بروتينات، وناكل، لازم ناكل اسماك، ولازم ناكل خضروات وفواكه. الحاجات ديت بتحسن المناعه بتاعتنا، اوكي؟ دي حاجه مهمه قوي يا يوسف. لازم كل يوم الصبح نشرب الحليب بتاعنا، وناخد وجبه يكون يا اما من الحبوب، ونهتم قوي بالفواكه. اكتر فواكه بتحسن المناعه عندنا اللي هي الحمضيات اللي فيها فيتامين سي، زي البرتقال والليمون والكيوي والاناناس كمان، خلاص في نسبه فيتامين سي عاليه قوي، والجوافه فيها نسبه فيتامين سي اكتر من البرتقال كمان. بعد كده نهتم كمان يا يوسف ان احنا نكون ناكل زبادي. الزبادي حلو جدا نحطه في الاكل، نحطه على العشاء، لان هو بيحسن البكتيريا الصالحه اللي في الامعاء، ويخلي على طول جهاز المناعه بتاعنا سليم، ونقدر نستفيد بالاكل اللي احنا بناكله. نحاول على قد ما نقدر نحرص ان الام تاكل، ياكلوا الاطفال يوم واحد في الاسبوع على الاقل اسماك. السلمون من الحاجات اللي فيها اوميجا، او المأكولات البحريه عامه فيها اوميجا 3. النهارده يوسف عنده بدايه برد وزكام، ودي ارشادات عامه انا بحب اقولها لكل الامهات علشان نتفادى ان الامور تتطور عندنا ويحصل مضاعفات لدور البرد والزكام اللي عندنا. الحاجه الاولانيه يوسف، مهم جدا 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 عندنا، ان احنا دايما نخلي الانف بتاعه جاف. معظم ادوار البرد والزكام بيحصل فيها سيلان في الانف او انسداد، وبالتالي الطفل عوضا عن ده بيروح فاتح فمه يتنفس، فالهواء البارد على طول يزود الاحتقان اللي في الحلق وينزل على رئتين مباشره، ويسبب لهم كحه واذيه والامور تتطور. او لا قدر الله، اكتر حاجه كمان شائعه من نتيجه مضاعفات التهابات البرد، ان لا قدر الله تاذي الاذن ويحصل عندي التهاب في الاذن الوسطى. فدي نصيحه بسيطه للام، اول لما تلاقي يوسف ابتدى يزكم او زوره يوجعه او مناخيره تسكر عليه، نبتدي باخف حاجه وهي البخاخ، الميه والملح للانف. انسب طريقه لاستعمال البخاخ ان احنا ما نرجعش الراس لورا قوي، نخليها في وضع مستقيم ونبخ بخه، وبحيث ان هي تنظف الانف وتنزل. او لو الطفل بيتحرك وصغير مش عارفين نعمل عليه كنترول، بتبقى راسه على جنب نبخ ونرفع، وراس على جنب نبخ الناحيه الثانيه ونرفع. دلوقتي يوسف هو موجود عندي، هنحط له البخاخ بالطريقه دي ونروح بخي، نرجع يوسف راسه سنه صغيره لورا، ونروح حاطين بخه كده، وبعدين يوسف ياخد نفس لجوه جامد، ونستنى 10 ثواني ل20 ثانية، وبعدين نروح حاطين الناحية التانية، نبخ البخة التانية، وناخد نفس تاني يا يوسف. مهم جدا جدا ان ما نحطش كل البخاخ جوه المناخير، غلط. معظم الاطفال فوق عمر السنتين بيتوصف لهم البخاخ اللي اسمه الفنتولين. ده بخاخ رائع بيفتح الشعب الهوائيه، وتاثيره بيستمر لمده 4 ساعات، والدكتور بيبقى مدي للام امتى تستعمله وكم بخه تستعمله. لكن انا بالنسبه لي هقول لها ازاي بس تستعمل الطفل، مش الجرعه ولا الوقت ايه لي. اهم حاجه زي ما اتفقنا، اي ما نمسك اي دواء لازم نبص على تاريخ الصلاحيه بتاعه. البنتولين اول ما بناخده بنطمن ان هو تاريخ الصلاحيه بتاعه اوكي، بتترج البخاخ كويس قوي، نبخ بخه في الهواء نطمن ان هو شغال، نركبه على الجهاز بصوره سليمه ويكون فيتنج، وبعدين نحط البخاخ على وش الطفل بحيث ان هو ياخد الانف والبق، ونبخ بخه
من الفنتولين ونعد 10 عدات كاملة، وبعدين على حسب ما الدكتور كاتب للطفل بختين نبخ بخة كمان تانية أو تالتة على حسب عدد البخات اللي الدكتور وصفها للطفل. مهم جدا جدا ان الطفل يتنفس في الجهاز، يعني مش بس ان هو يكون قافل يقفل بقه بس لازم ياخد نفس، لازم تفهمه قبلها ان هو ياخد نفس ويطلعه واحنا حاطين الجهاز على البق. هو مش هيستمر على فمه اكتر من 40 ثانيه ماكسيمم لو احنا هنديله الاربع بخات للفنتولين. بعد الست سنين ممكن ان احنا نستبدلها باللي هو الديسكس اللي هو القرص الدوار، وده برضو بيؤدي نفس الوظيفه والدكتور بيبقى كاتبه للطفل. بس في طريقه مهمه جدا لاستعمالنا الديسكس، لان في بعض الاحيان الام تقولي اخذ الجرعه وما تحسنش، لسه صدره مقفول، لسه بيكح بالليل، لسه بيصحى على وش الفجر يكح كتير. فديت عندنا دي ديمو، يعني لعبه دميه ما فيها دواء ولا حاجه، بس بنبين بيها الارشادات الصحيه ازاي نقدر نستعمل بيها الديسكس. الحاجه الاولانيه ان لازم نسال الطفل يوسف انه ياخد نفس لجوه جامد ويطلعه، يطلع كانه بينفخ في بالون، يعني لازم يطلع كل نفس من صدره، اوكي؟ وبعد كده يحط الديسكس على بقه ويشفط شفطه قويه جدا علشان خاطر نتاكد ان الجرعه بتاعت الدواء اخدها، وبعد لما يشفط جامد يقفل بقه ويعد لثلاثه 1 و2 و3. دي انسب طريقه لاستعمال الديسكس عند الاطفال. اوكي؟ اتفضل يا يوسف. خدوا بقى. ممتاز، برافو عليك. اخر حاجه عندي وهو جهاز بسيط جدا جدا جدا، يفضل ان معظم يعني كل الامهات اللي عندها اطفال مصابين بالحساسيه بتاعه الصدر يكون موجود عندهم في البيت، وده مقياس لوظائف الرئه. هو مقياس خفيف عباره عن انبوبه بلاستيك الطفل بينفخ فيها، بس ده لازم يشترط عليه انه يكون فوق الست سنين فما فوق. ده ابسط واحد، بنقول الطفل ياخد نفس عميق لجوه وينفخ، كل ما ينفخ نفخه واحده قويه جدا فيطلع عندي مؤشر لفوق، والام بتقرا المؤشر هنا. لو هو في الريد زون يبقى معنى كده ان صدر الطفل فعلا مقفول ومحتاج ان احنا نمشي تبع الخطه اللي الدكتور كاتبها لنا، بنزود عدد البخات بتاعه الفنتولين كم بخه في اليوم او كل 4 ساعات او في كل الوقت بتاعها. لو هو ما بين الزون الاورنج ده يبقى معنى كده ان احنا ممكن ناخد الجرعات الاخف. لو هو وصل للزون الاخضر فما فوق يبقى احنا الحمد لله صدرنا ارتاح والقفله اللي فيه او التزييق اللي فيه الحمد لله فعلا. التالي الشاي الأخضر سحر الصحة والجمال. الشاي الأخضر سر من أسرار الجمال ومن أسرار الحياة الصحية المديدة. تابعوا معنا هذا التقرير عن الفوائد السحرية للشاي الأخضر. البحث عن المأكولات والمشروبات الصحية كان ولا زال أحد الأمور التي تشغل الإنسان، وازداد الحرص على تحري المشروبات الصحية بعد تكاثر الأمراض التي تفتك بالبشرية، فكان لجوء الإنسان إلى الأمور الطبيعية بعيدا عن المنتجات الكيماوية المصنعة، وكان لسكان آسيا قدم السبق في البحث عن النباتات الطبيعية واستخدامها كأغذية وأدوية ومشروبات تساعد في الحفاظ على البنية الصحية للإنسان. الشاي الأخضر بدأ يشق طريقه في الانتشار بعدما اكتشف الأطباء والمستخدمون له الفوائد العديدة التي يجنونها من تناوله. الشاي الأخضر مفيد للجسم وجيد للصحة والجلد، وهو يساعد الجسم في التخلص من الدهنيات ومن المواد المضرة في الطعام. وقاد الإقبال على الشاي في باكستان خاصة الأخضر منه الكثير من التجار لبيعه والتجارة به لما لذلك من فوائد صحية ومادية عليهم. نحن نعمل في تجارة الشاي الأخضر منذ زمن طويل. هناك نوعان من الشاي الأخضر في باكستان، وهناك أنواع كثيرة منه في أماكن أخرى. الشاي الأخضر مفيد للصحة، والأطباء ينصحون به لتخفيف الوزن والقضاء على الدهون. وهناك نوع من الشاي الأخضر يستخدمه سكان المناطق الشمالية من باكستان يعرف باسم الشاي الكشميري. وفيما يعاني المجتمع الباكستاني من قلة الاهتمام الصحي من جانب الحكومة والدوائر الرسمية، فإن المواطنين يبحثون عن صحتهم في تناول ما يفيدهم من الأطعمة والأشربة ويبعدهم عن زيارة الأطباء والمستشفيات. وفي مقدمة هذه الأشربة الشاي الأخضر الذي أصبح تناوله له طقوسه الخاصة، وأسرف البعض في تناوله إلى حد الإدمان كما يقال.
في قبيلتنا الشاي الأخضر له أهمية كبيرة، وخاصة في جلساتنا العائلية حيث يجلس الجميع إلى مائدة الشاي الأخضر. الكبار والصغار يحبون تناول الشاي الأخضر معا، نمضي وقتا مرحا في شربه حسب عادتنا. وهناك أماكن خاصة في أسواق بشور لتناول الشاي الأخضر وسرد الحكايات اليومية للناس أثناء تناوله. وبين تناول الشاي الأخضر بأنواعه والعافيته صلة أدركها الباحثون عن الصحة بما عاد عليهم ببركة في الجسم والعمر تمكنهم من الاستمتاع بالحياة في سن متقدمة. نتناول الشاي الأخضر بعد أكل اللحوم، فنحن البشتون نتناول اللحوم كثيرا، لذا الشاي الأخضر مفيد للصحة ومبرد للجسم وطارد للشحوم. الشاي الأخضر جزء من ثقافتنا ونقدمه للضيوف في الحفلات والأعراس. شاينا خردي جنگ نمشى، قالها الأفغان، ومعناها أنه بدون شرب الشاي فلا طاقة لهم على الحرب وعلى أعباء الحياة. وقد عرف الآسيويون الشاي الأخضر فأكثر من شربه لفوائده الصحية التي تعينهم على قضاء نوائب الحياة. جمال إسماعيل، إسلام أباد. ووصلنا معكم مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة من الحياة صحة. دمتم بألف صحة وعافية، وإلى اللقاء.